مرحبا مواليد برج الجوزاء، كيف بده يكون الأسبوع من الثانيين 29 مايو للأحد 4 حزيران يونيو؟ مواليد برج الجوزاء، هذا الأسبوع طبعا الشمس موجودة ببرجكم، في عنا مثلث فلكي حلو هذا الأسبوع من القمر برج الميزان، وبيدعمه بلوتو من كوكب من برج الدلو، ففي عنا قوة عندكم بعطلة الأسبوع. أسبوع في عنا فول مون اكتمال للقمر في برج القوس، أنتم معنيين بهذا القمر بشكل مباشر. خلونا نبلش ونشوف هذا الأسبوع كيف بده يكون الأحوال الفلكية. الثانية 29 القمر موجود في مربع مع برجكم من البيت الرابع حتى الساعة 6 المساء توقيت بيروت، اللي عم يتابعني من القارة الأمريكية من الصبح أو من منتصف قبل الظهر بيكون القمر انتقل وصار ببرج الميزان. المهم كل شيء والقمر موجود ببرج العذراء، مواليد برج الجوزاء بيكونوا شوي ملحوقين وراكدين ومستعجلين والامور فوق بعضها، باخر النهار تقريبا حسب وين انتم عم تتابعوني، القمر وجوده في برج الميزان هو يلي رح يفتح كل هالاسبوع بوشكم، كل هذا الاسبوع، لذلك ما تغلطوا، ما تعملوا مشاكل، كل شيء والقمر موجود ببرج العذراء لانها مرحله مؤقته، اوكي؟ عابرة ما بتسهل انكم تزعلوا ولا شيء. وصول القمر لبرج الميزان المساء تنين الثلاثة والاربعة حتى اخر 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 ساعات هذا اليوم الاربعة القمر ببرج الميزان، يومين وشوي من اجمل ما يكون، من اجمل ما يكون فترة وجود القمر في برج الميزان هي فترة ايجابية جدا، لانه عم تدعم مواليد برج الجوزاء بمثلث وفي عنا دعم اخر من بلوتو، لذلك في قوة وفي تمكين وفي empowerment لمواليد برج الجوزاء، من اجمل فترات واكثرها حظا انا برأيي. الخميس والجمعة 1 و2 حزيران يونيو القمر بيروح للبيت السادس بيت الشغل، دخلته هون بمرحلة الشغل، يعني انقسم الأسبوع 2 3 والأربعة، بيرجع في عنا 1 2 3 4 خميس جمعة سبت أحد، الظروف مختلفة، ليه؟ لأنه الخميس والجمعة القمر ببرج العقرب في شغل، في ركض، في تسهيل للأمور، في الأمور اللي خططتوا لها ويلي سهلتوا لها ويلي شلتوا من دركوا الامور الصعبه لما القمر كان ببرج الميزان، وهيدي بتمنى تكونوا شهلتوا وشلتوا من دركم الامور الصعبه، لانه القمر برج الميزان بيعطيكم حلول كبيره، بتشيل من دركم مشاكل الايام النصف الثاني فينا نقول من هذا الاسبوع. الخميس والجمعه وان كنتوا مشغولين كثير فيها تتسهل الامور، فيها تتسهل الامور، ما بننسى انه في عنا الشمس موجوده ببرجكم، والمفروض مثل ما قلت كنتوا ذكية وخلصتوا الامور الصعبه شهلتوها ثلاثه والاربعه، المهم الخميس والجمعه انتبهوا في شويه شغل، في شويه تعب، تعب جسدي وتعب فكري، ويمكن حتى من دون ما تدروا تحسوا تدروا الامور منها لحالها تتكدس. السبت والاحد ومع تاثيرات القمر من برج القوس المعاكس بتحسوا بشويه تعب، بشوية انزعاج، وكأنه في حدا أصلا عم بيحاول يزعجكم لكن مش بالضرورة. اكتمال القمر فجر يوم الأحد الساعة 7 لربع فجرا توقيت صباحا توقيت بيروت بشكل محطة مهمة، يمكن لحتى تفكروا مرة ومرتين شو بدكم تعملوا مع شخص، بعلاقة مع شخص، أو يمكن حتى بتفسير أو مواجهة أو حل، أو يمكن يكون نوع من قضية انفعالية، فبكون كونوا كتير حذرين وتبعدوا عن المشاكل كليا، بعدوا عن المشاكل كليا، يمكن يكون في لقاء تفاوض فلا بأس بذلك. 21-22 أيار مايو فيها تكون الأكثر حظا من تأثيرات بلوتو، لكن أنا بعتبر جميع مواليد برج الجوزاء محظوظين. إلى اللقاء مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل، باي باي.